طبعا اول حاجه انت قلت all living organisms use energy. The most common immediate source of energy is adenosine triphosphate, which is used in every cell for the movement of ions against concentration gradient known as active transport rate. Then ATP طالما هو 5 يبقى ايه؟ بنتوز ولا هيكسوز؟ انهي نوع من البنتوز؟ رايبوز ولا دي اوكسي رايبوز؟ رايبوز، يبقى نيمد رايبوز شوجر اند 3 فوسفيت جروبس. اتفضل اي تي بي. Easily transported within the cell. The removal of the outer phosphate group by the process of لما شلنا phosphate group اسمها ايه؟ إذا كنا بنعمل اد لفوسفيت جروب بيسموها فوسفوريليشن. طب دلوقتي بتعمل ريموفال بيسموها ايه؟ اي ريموفال بيبتدي ب دي فوسفوريليشن. دي فوسفوريليشن صح كده؟ طيب دي فوسفوريليشن ازاي انت بتعمل بتشيل فوسفيت جروب كامله من الادينوسين تراي فوسفيت؟ ازاي بتشيلها؟ باي ادينج ايه؟ by adding water. by adding water. water. ال water بيعمل ايه؟ بريك للبوند بتاعت ال third phosphate group مع ال second. طيب adding water في chemical reaction ويعمل splitting ل certain compound into two. ده بيسموه ايه؟ hydrolysis صح كده؟ بيسموه ايه؟ hydrolysis. يبقى ال hydrolysis معناها reaction in presence of water صح كده؟ ال water added وبالتالي بيكسر البوند الموجود. يبقى هيدروليسيس او بيسموه دي فوسفوريليشن. ليه؟ لان اثناء حركه الهيدروليسيس انت شلت بي اي ان اورجانيك فوسفيت جروب. ذا انرجي ريليز از ا ريزلت اوف ذس رياكشن كان بي شانلد دايركتلي انتو اذر رياكشن ان ذا سيل. اتفضل. سيرتن هل كل الجازولين في الكار بيتحول لكاينيتيك انرجي؟ في جزء لوس اس ايه؟ تمام، في جزء ايه لوس اس هيت صح كده؟ طب ما احنا نفس الكلام، في جزء من الاي تي بي تمام كده؟ لوس اس هيت صح كده؟ اس هيت او مش كله يوزد تو بيلد اب نيو ATP في بعضه lost as heat. يبقى ATP is continually broken down and is reformed at fast rate of the process of respiration. By the process of respiration. الـ answers ايه كلها؟ active transport or uptake. ribose ولازم ribose ما ينفعش deoxyribose. اوكي؟ وما ينفعش تكتب بنتوز لان هو قايل لك 5 carbon sugar. ما ينفعش نكتب بنتوز، هنكتبها ايه؟ ribose على طول. وطبعا الريموفال باي ادينج ووتر او الاي تي بي از فيري سولوبل ان ووتر، والرياكشن اللي تم باي ريموفال بي اي اسمه دي فوسفوريليشن او هيدروليسيس،
واللوس اوف هيت بيبقى او لوس اوف انرجي بيبقى ان ذا فورم اوف هيت. ده سؤال. تعالى بينا نبتدي حاجة جديدة. نبتدي حاجة جديدة. ايه الحاجة الجديدة دي؟ ميتوكوندريا. هنتكلم عنها وندخل على الايروبيك ريسبيريشن على طول. لا احنا خدنا ميتوكوندريا كهنت جاست ايه باراجراف كده او تو باراجرافس، لكن دلوقتي ان ديتيلز لان ليها اهميه كبيره في الشابتر. تمام كده؟ في حاجات مش مذكوره في الاي اس تختلف يا محمد. اوكي، فعندك هنا انرجي اند ريسبيريشن بار 3 ميتوكوندريا، فعندك هنا اهوت ادي بار 3 بلانت سيل انيمال سيل. طبعا البلانت والانيمال سيلز هاف ايتش وان هاف النيوكليس. اوكي، لكن لو بصينا كده الريبلا سيلز ديفويد اوف نيوكليس، ما فيهاش نيوكليس، وخدنا الكلام ده في الاي اس. وهنا كمان البكتيريا ما فيهاش نيوكليس لكن فيها جيناتك ماتيريال. طيب اللي عاوز اقول عليه كمان الميتوكوندريا نفس الكلام. هنا الميتوكوندريا موجودة فين؟ موجودة في ال both plant and animal cell. موجود ميتوكوندريا زي هنا مثلا، هنا ميتوكوندريا اهي فين؟ زي دي كده، وزي دي، وزي دي، وزي دي ميتوكوندريا. وهنا في ميتوكوندريا في ال animal cell زي دي وزي دي. اوكي، ميتوكوندريا، لكن مفيش ميتوكوندريا في الريد بلاد سيلز، ومفيش ميتوكوندريا فين؟ في البروكاريوت زي البكتيريا. اوكي، اتفقنا يا محمد؟ يبقى يعني الميتوكوندريا مش موجوده في كل السيلز، في اكسبشن الريد بلاد سيلز ان هيومن ما عندهاش نيوكليس، وكمان البكتيريا ديفويد اوف نيوكليس لانها بروكاريوت. لو بصيت كده معايا ادي نعم يا محمد. مش بالضرورة تبقى باراسيتك، يعني لأن مش كل البكتيريا باثوجينز، في بعضهم يصفر، يعني في زي مثلا الصويل بكتيريا دي مش باثوجين، زي مثلا النيتروجين بكتيريا أو النيتروجين فيكسين بكتيريا، الليجومينس بكتيريا، نقدر نقول بكتيريا بتاعت اليوغورت بكتيريا، كل دول يصفر بكتيريا مش جين انرجي فروم فود ستابس. موجودة في الصويل أو موجودة في الملك، مش بالضرورة تبقى باراسايت. اتفقنا؟ طيب والإنرجي مش معناها أكل، أنت تقصد باراسيتك دي معناها إنها بتاكل من الهوست بتاعها، لا، الإنرجي معناها بريك داون أوف فود ستافز تو ريليز إنرجي. يعني حتى لو هي باراسايت وخدت فود ستافز من جسمك، طب هتعمل بيها إيه؟ هتعمل بيها ريسباير. يبقى الريسباير ده بيتم فين؟ في أي حتة بقى في جسمها؟ في السيل ميمبرين. السيل ميمبرين contains batteries of cells. batteries of cells دي act as mitochondria، مجموعة من الانزيمز. اوكي، battery of enzymes، sorry، battery of enzymes بتعمل ايه؟ بتعمل release of energy. يبقى موجودة فين؟ الانزيم زي بدل ما تبقى موجودة داخل الميتوكوندريا بتبقى موجودة على السيل ميمبرين of bacteria، او السيل ممبرين الخاص بمين؟ الخاص بالريد بلاد سيلز. طب الريد بلاد سيلز بتعيش حوالي 4 شهور، ازاي جين انرجي؟ تعمل ريسباير. طب ازاي ريسباير ما فيهاش ميتوكوندريا؟ عندها الممبرين، عنده جروب اوف سيفرال انزيمز دي اكت اس ميتوكوندريا بالظبط، الرول بتاعها كانها ميتوكوندريا. اتفقنا؟ اوكي محمد سامعني؟ اوكي، هل فهمت القصة دي؟ ليه انت جايب سورة الريد بلاد سيلز؟ علشان ما عندهاش ميتوكوندريا. امال عندها ايه؟ عندها انزيمز ريسبيراتوري انزيمز موجودة على السيل ميمبرين. لو بصيت كده الميتوكوندريا بقى نقرب ونعمل فوكس عليها، هنلاقي ايه الميتوكوندريا؟ نلاقي الميتوكوندريا فيها اوتر ميمبرين وفيها انر ميمبرين،
ملاحظ ان الاوتر شكله ايه؟ قولي كده الاوتر ميل. حتة واحدة صح كده؟ مفهوش فولدينج، مفهوش ايه فولدينج، يبقى الاوتر ميمبرين كونتينيوس وذاوت فولدينج، لكن الانر في فولدينج كتيرة. الفولدينج ده انكريس سيرفيس اريا. تمام، عليه الانزيمز نيديد فور ريسبيريشن. تمام كده، اسمها ريسبيراتوري انزيمز موجودة على الانر ميمبرين اوف ميتوكوندريا. كل فولد من دول اسمه كريستا، كريستا كل فولد اسمه كريستا، والبلورال اوف كريستا كريستي، نحط اي. ما بين الاوتر ميمبرين والانر ميمبرين في سبيس اسمه انتر ميمبرين سبيس، انتر ميمبرين سبيس. الانتر ميمبرين سبيس ده قد ايه مهم جدا 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 النهارده، بيبقى فيه اكيوميليشن اوف بروتونز اوف هيدروجين ايونز، يعني في دروب اوف بي اتش. هل ده ليه اهميه؟ اه ليه اهميه كبيره جدا. طيب داخل طبعا الانر ميمبرين عامل انفولدنج، وعامل كمان سراوندنج لسيرتين سبستنس ما قلتش عليها سيتوبلازم ولا سيتوسول ولا ستروما، اقول عليها ماتريكس. يبقى تطلق عليه ايه؟ ماتريكس. الماتريكس دي تطلق على الفلويد او على الميديم الموجود داخل الميتوكوندريا بعد الانر ميمبرين، على طول الانر ميمبرين بيخوطه، اسمه ماتريكس. اتفقنا يا محمد؟ تعالى بينا نشوف. طبعا الديامتر بتاع الميتوكوندريا 1 مايكرومتر، الرقم ده للحبس 1 مايكرومتر. البروكاريوتس زي ما اتفقنا من 1 لغايه 5. لو دخلنا جوه الميتوكوندريا بنفس الليبرز اللي فات، بص كده هتلقى جوه الماتريكس في سيرتين ستراكشر ظهرت لاول مره، في جرين بارتكل سفيريكال كده، رايبوسومز، رايبوسومز 70 اس رايبوسومز، 70 اس رايبوسومز داخل الميتوكوندريا اوف يوكاريوتس، لان يوكاريوتس هي اللي تمتلك ايه؟ ميتوكوندريا، زي البلانت سيل والانيمال سيل. طيب اليوكاريوتس احنا قلنا عليهم الريبوسومز اللي فيهم اي تي اس، اي تي اس، لكن الريبوسومز الموجودة داخل الميتوكوندريا 70 اس، زي مين؟ زي الريبوسومز الموجودة داخل البكتيريا بالظبط 70 اس، صح ولا غلط؟ يبقى ده ايفيدنس تالت يثبت او كونفيرم ان الميتوكوندريا اوريجينيتد اس بروكاريوتيك باراسايت، early parasite attack primitive eukaryotes. وهناك ال primitive eukaryotes رحبت بالميتوكوندريا، قالت لها لا انت شاطره جدا، انت بتصنع لنا اي تي بي وانت بتصنع لنا انرجي، انا محتاجاكي عندي وهحميكي، اديكي provided material، اديكي جلوكوز واديكي ووتر واعمل لنا respiration، بس بشرط الاي تي بي اللي هيخرج خدي جزء اللي يخصك للفيتال اكتيفيتيز بتاعتك وسيبي لي الباقي. طبعا الميتوكوندريا لقيت عرض كويس، اوفر حلو، تمام كده، فقبلت. يبقى عندها اتس اون رايبوسومز 70 اس رايبوسومز، دي الميتوكوندريا، وعندها سيركولر بيسز وكوبيز من الدي ان اي، دبل هيليكس لكنه سيركولر مش لينير زي النيوكليير دي ان اي. النيوكليير دي ان اي بتاعي وبتاعك دبل ستراندد، اه لكنه ايه؟ لينير وليه 4 اندز، اتنين فوق واتنين تحت، لكن ده ماله؟ سيركولر دبل ستراند دي ان اي في سيفرال كوبيز. ده يديها ادابتيشن مهمه جدا، يديها انها بيهيف اندبندنتلي، اوكي، فروم ايه؟ فروم نيوكليير دي ان اي، يعني هي مش تحت سيطرة النيوكليوس أو النيوكليير دي إن إيه اللي نمتلكه أو الجينوم اللي نمتلكه، ده هي بتشتغل لوحدها، عندها سيلف جفرنمنت، عندها حكم ذاتي لنفسها، بتقدر، عندها الجينز الخاصة إنها تنتج انزيمز ريسبيراتوري انزيمز لنفسها، أو بروتين خاص بالسيل بالإنر والأوتر ميمبرين،
او تعمل اي تي بي سنتيس اللي خدناها امبارح، او تعمل اي تي بي اي تي بي ايز اللي خدناها امبارح اللي بيكسر الاي تي بي، عندها الكلام ده كله. دي كلها انزيمز. انزيمز دي صنعتها ازاي؟ برايبوسومز. طيب فين الكود؟ الكود جاي من الدي ان ايه بتاع الميتوكوندريا نفسه. اوكي، الميتوكوندريا ايه نفسه، يعني هي شغاله لوحدها كانها مملكه من عالم خاص شغاله لوحدها. فهمت الفكره؟ وكمان عندها الماشينري انها تقدر تعمل سيلف ديفايدنج. مش مهم السيل تعمل ديفيجن وتعمل ميتوسس، لا ده هي من نفسها بتعمل لوحدها، بتعمل ديفيجن وتكتر عدد الميتوكوندريا، وطبعا ده انكريز افشنسي اوف ريسبيريشن. عرفت الميتوكوندريا دي ايه؟ حاجه مهمه، وكل حاجه فيها ليها رول. بص بقى، الانر ميمبرين اللي هو يمثل كريستا او كريستي، من جوه من الداخل في السايد ناحيه الماتريكس في ستاد، ستاد زي عارف الشوز الاديداس، من تحت في ستادز كده. الستادز دي ستادد هنا اهوت بايه؟ بستوكد بارتكلز، حاجه سفيريكال كده وليها نك، شبكه بالانر ميمبرين من الداخل. دي عباره عن اي تي بي سنتيز انزيم، ده انزيم، ده اللي بيصنع الاي تي بي، ده اللي بيعمل بايندنج الاي دي بي مع البي اي عشان يكون اي تي بي. يبقى دي ادابتيشنز كلها. الاوتر ميمبرين يختلف ان هو كونتينيوس وذاوت فولدنج و مور بيرميبل ذان الانر ميمبرين، يعني بيعدي السمول موليكولز، بيعديها مور بيرميبل. تمام كده؟ عنده جيتس وعنده بروتين شانل تعدي سيفرال ايونز ومينرالز وسيفرال كيميكالز تو انسايد، لكن الانر ميمبرين لس بيرميبل عشان يعمل كنترولنج للكونتنت اوف ماتريكس، يتحكم في الكونتنت بتاعت الماتريكس، ما يدخلش اي حاجه، علشان المفروض الرياكشنز بتتم ات سيرتن بي اتشز معينه، فما ينفعش ان هو يدخل كيميكال صغير من البي اتش ويدمر نفسه. فهمت الفكره؟ عشان كده الانر ميمبرين بيعمل كنترولنج للرياكشنز انسايد انسايد الماتريكس. ليه؟ لانه هو less permeable than outer membrane. It's okay. ما بين الاوتر ميمبرين والانر ميمبرين في سبيس اسمه انتر ميمبرين سبيس. انتر ميمبرين سبيس ده مهم جدا، لان بتركز في الايونز بتاعت ايه؟ الهيدروجين ايونز او البروتونز. الى الان الكلام ده كويس. لما نخلص في فيديو حلو انا لسه حاطه من يومين على اليوتيوب عندي للميتوكوندريا والادابتيشنز بتاعتها، هياخد دقيقة ونص. حاول تبص عليه كده وتراجع معايا دقيقة ونص بس. بص كده معايا، ادي الميتوكوندريا مرة تالتة، الاوتر ميمبرين نبص عليه، قال لك ايه؟ contains transport proteins for shuttling pyruvate into mitochondrion، بيدخل كومباوند اسمه بايروفيت، هنعرف دي منين وعبارة عن ايه بعد شوية. بيدخله جوه الميتوكوندريا، والبايروفيت ده كيميكال كومباوند مهم قوي علشان سيرتن تايب اوف رياكشن بيتم داخل الماتريكس اللي لونه يلو دلوقتي جوه في السنتر اسمه لينك رياكشن، ده الاوتر. طب الانر، الانر ميمبرين از سيلكتيفلي بيرميبل وطبعا ليس بيرميبل ذان الاوتر، which allows mitochondria to control the composition of matrix، بتتحكم في مكونات الماتريكس، ده الانر ميمبرين. الانر ميمبرين بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على اي تي سي، ده اختصار الكترون ترانسبورت تشين، اند اي تي بي سينتيز الانزيم اللي هو بيعمل الاي تي بي، فور اوكسيديتيف فوسفوريليشن، ما تعرفش معناه ايه مش مهم دلوقتي. الكريستا الفولدنج نفسه اسمه كريستا او كريستي، هايلي فولدد سو از تو انكريز سيرفيس اريا تو فوليوم ريشيو، لان دي اللي بيبقى عليها ايه؟ الانزيمز. وطبعا عدد الكريستي والفولدنج وديجري اوف فولدنج انكريسز مع الهايلي اكتف سيلز، مع الليفر مسل، الليفر سيلز والمسل سيلز بتبقى مور فولدنج، مور ايه؟ فولدد كريستي دي. طب لو دخلنا جوه الماتريكس بقى، تلاقي الماتريكس هي هاز ابروبريت انزيمز،
اكيد، لان في مجموعتين للرياكشن، رياكشنز خاصه بحاجه اسمها كريب سايكل، ورياكشن تاني اسمها لينك رياكشنز. هناخدها السلايد الجايه ان شاء الله. اوكي تعالى بينا كده. قال لك الاوتر مره كمان في جزء ما قريتوش، ذا اوتر ميمبرين از بيرميبل تو سمول مولكيولز such as sugars, salts, and nucleotides. بتدخل جواه several compounds needed by mitochondria. ال inter membrane space عنده ايه؟ عنده small space, tiny space. ماله؟ to quickly accumulate protons. ايه هي البروتونز؟ عبارة عن هيدروجين lose electrons فيتحول لبروتونز H plus. وطالما H plus معناه مسؤول عن الاسيديتي، يبقى لو بي اتش هايلي اسيديك ميديوم، ده ميل الانتر ميمبرين سبيس. وجود بروتونز كتير في المنطقه دي اكتر من الماتريكس، ده بيعمل جريدينت اسمه الكتريكال بوتنشال جريدينت. الكتريكال بوتنشال ايه؟ جريدينت ما بين الانتر ميمبرين سبيس اند الماتريكس. اوكي يا محمد، ده الى الان ميتوكوندريا. طيب تعالى بينا كده نشوف يا ترى الدي ان ايه بقى بتاع الميتوكوندريا اللي احنا قلنا فيه several copies of circular DNA ميتوكوندريال دي ان ايه. ما تنساش الميتوكوندريال دي ان ايه احنا واخدينه من مامتنا من المذر. ليه؟ السبرم مش بيشارك بغير بالنيوكليس بتاعته والاكروسوم اللي بيداوب الجيلي كود فقط. الميدل بيس اللي فيها ميتوكوندريا تفضل بره والتيل بيفضل بره، صح؟ يبقى كل ما نمتلكه من الميتوكوندريا دي ان ايه بيرجع لمامتنا واخدينه من مامتنا، وده مهم فيما بعد في دراسه فيما بعد هنقول عليه. يبقى عندك هنا السيركولار ميتوكوندريا دي ان ايه يختلف عن مين؟ عن اللينير دي ان ايه. النيوكليير دي ان ايه ده لينير ودبل ستراندي، صحيح، وده دبل ستراندي. هنا ظهر ان هو سيركلر ملوش بدايه ونهايه يا محمد، لكنه ايه؟ لكنه دبل هيليكس زي ده بالظبط. يبقى كلمه دبل هيليكس تطلق على اي دي ان ايه، اي دي ان ايه خاص بالميتوكوندريا او خاص بالنيوكليير دي ان ايه بتاعنا بتاع اليوكاريوتس. اتفقنا؟ تعالى بينا بالالكترون مايكروجراف، بالالكترون مايكروسكوب، ترانسميشن الكترون مايكروسكوب، يظهر لك الشكل ده. دي 1 ميتوكوندريوم حواليها نتورك من الرف اندوبلازميك ريتيكولم مليانه تايني رايبوسومز، ودي شكل اخر كل اللون الاورنج ده شويه سوسج او اوفال او سيركولر حتى، كل ده ميتوكوندريا. هتقول لي ايه ده شكلها اتغير ليه؟ شكلها اتغير على حسب الليفل of او plane of cutting، a plane of sectioning، على حسب انت قطعت ازاي. يعني لو عندك مجموعه بنسلز وبنس موجوده قدامك، تخيل كده انهم طايرين في الهواء حواليك، وهم السكشن كده في الهواء، هل هيقطعهم بنفس الطريقه؟ السكشن ده هيقطع البنس دول بنفس الطريقه واحد عامل كده؟ ما فهمش. ده كده ايه بن او بنسل عامل كده، واحد تاني عامل كده، والتالت عامل كده مثلا، سي عامل كده. لو حبيت اقطع كده، بص يا محمد، حبيت اقطع كده، هل هيظهروا كلهم بالطول؟ وادي واحد كمان عامل كده عشان ما تزعلش. ادي السكشن اهو، ايه رايك؟ ده ظهر بطول الميتوكوندريوم، صح ولا غلط؟ ده اللي هو ده، لكن ده اتقطع عطالك سيركلر، لان دي شكل سلندر عطالك ده، ها، وده عطالك شكل اوفال الحته دي. يبقى الليفل اوف سكشننج بسبب ان الميتوكوندريا الموجوده داخل السل مش راجد، مش وان دايركشن، ان اول دايركشنز ان سبيس space of cell، وبالتالي sectioning of cell بيظهر different shapes of mitochondria. ها فهمت؟ يبقى ليه الميتوكوندريا بالرغم منها sausage shape elongated shape بتظهر ب several shapes على حسب ال sectioning plane. اوكي؟ طيب الميتوكوندريا ايه؟
حلو قوي، خلصت على كده. هل السيلولار ريسبيريشن بيتم كده في وان ستيب كان وان ايكويشن وخلاص؟ في الحقيقه سيفرال ايكويشنز وستيب باي ستيب، ده اللي هناخده بعد لحظات في حاجه اسمها سيلولار ريسبيريشن، ايروبيك سيلولار ريسبيريشن. طيب تعالى بينا كده نشوف الميتوكوندريا او الايروبيك ريسبيريشن مش كله بيتم داخل الميتوكوندريا. الفيرست ستيب في السيتوبلازم ويطلق عليه جلايكوليسيس، سواء هتعمل ايروبيك او هتعمل ان ايروبيك يبقى في خطوه اولى لجلوكوز سبليتنج اسمها جلايكوليسيس. الجلوكوز كومباوند كونتيننج 6 كربون اتومز هيكسوز سبليت يديلك 2 كومباوندز او 2 مولكيولز، كل واحد 3 كربون اتومز اللي هو البايروفيت ده 3 كربون. امال ده كام؟ ده 6 كربون اتومز، يبقى 2 مولكيولز يعني 2x، 2x يعني مرتين بايروفيت، كل بايروفيت 3c. والنتيجة ايه؟ النتيجة عملت انفستمنت باتنين يعني خسرت 2 اي تي بي وطلع لك 4 اللي خدناها امبارح اول امس. النت اي تي بي بريديوس هو 2 بس. مش خدنا الكلام ده؟ خدنا ده اول ستيب اسمها جلايكوليسيس سبليتنج اوف جلوكوز انتو 2 مولكيولز اوف بايروفيت ويز ريليس اوف 2 اي تي بي، نت اي تي بي برودكشن ايكوال 2. يبتدي البايروفيت ده يتسحب، يعني يتسحب موف ثرو بروتين شانل موجوده في الاوتر ميمبرين اوف ميتوكوندريا، يتحرك ويتنقل لداخل الميتوكوندريا. امتى يتحرك ويتنقل داخل الميتوكوندريا؟ لو في اوكسجين مستني جوه، يعني لو في ايروبيك ريسبيريشن هنكمل فين؟ هنكمل جوه. ايه التكمله دي؟ البايروفيت اللي هو يحتوي على 3C يدخل الميتوكوندريا اوتر وانر ميمبرين، يوصل للماتريكس. داخل الماتريكس بيحصل حاجه اسمها لينك رياكشن، وبيحصل حاجه اسمها سيتريك اسيد سايكل. ده فين؟ في الماتريكس، في البوند اللي جوه. لكن اخر خطوه بتتم، ودي من اهم الخطوات، هي عباره عن الكترون ترانسبورت اند كيمي اوسموسيس. الكترون ترانسبورت اند كيمي اوسموسيس هتفهمهم في وقتها، خلينا خطوة بخطوة. يبقى الـ steps أو الـ stages of aerobic respiration 4: glycolysis, link, Krebs cycle or citric acid cycle, electron transport chain and chemosmos. يبقى 4 stages. أوكي يا محمد؟ وأهم واحدة فيهم أو آخر واحدة فيهم هي اللي بتدي bulk من الـ ATP. بتدي around 32 ATP مثلا. أوكي؟ طيب تعالى بينا نكمل. بص يا محمد معايا، الممبرين بتاع الميتوكوندريا او الممبرين بتاع الثيروكويد ممبرين اوف كلوروبلاست، الاثنين بينتجوا اي تي بي. ليه؟ لان الممبرين ده داخله سبانز، داخله بروتين اسمه اي تي بي سينتيز، انزيم يعني، ما كل الانزيمز بروتين. يبقى اي تي بي سينتيز موجود فين؟ في الممبرين اوف ميتوكوندريا الانر، مش الاوتر، الانر، والثيروكويد ممبرين اوف جرانا اوف كلوروبلاست. بص التركيب هنا اوتسايد، يعني ايه اوتسايد؟ معناه ده الانتر ميمبرين سبيس. اوكي، انتر ميمبرين سبيس، لان ده الانر ميمبرين، ده الانر، يبقى في اوتر هنا، وليكن الخط ده الاوتر. ما بين الاوتر اللي هو الخط ده وما بين الانر ميمبرين في اريا فاضيه اسمها انتر ميمبرين سبيس. وهنا في السيتوبلازم، بص بقى معايا ايه اللي بيحصل. في الحقيقة نكمل كده خطوة بخطوة، ده فيديو صغير نشوفه. انا مش عاوز كل الليترز اللي هيقول عليها، انا عاوز اللي بقول لك عليه فقط، يعني F1 و F0 وكام يونت و C و بيتا و ألفا وكل الكلام ده انا مش عاوزه. اوكي، مش عاوز كل الديتيلز، مش علينا، لكن عليا الشكل ده مهم، في انيميشن يهمني ان احنا نستفيد منها. كلمة سيتوبلازم في الفيديو دي غلط،
ده مش سيتوبلازم، امال ده ايه؟ ده ماتريكس اوف ميتوكوندريا، ماتريكس اوف ميتوكوندريا ده كده. والاوتسايد ده الانتر ميمبرين سبيس، يبقى هنا في هاي كونسنتريشن اوف ايونز اللي هي البروتونز، وهنا في كونسنتريشن جريدينت عبارة عن بروتون جريدينت ما بين الانتر ميمبرين سبيس وما بين الماتريكس، في فرق واضح في البروتون نمبر. اوكي، وكلمة سيتوبلازم دي غلط في الفيديو، اسمها ماتريكس. اوكي نكمل. انا عاوز الجاما سب يونت بس اللي هي الجزء اللي في السنتر ده والجزء ده، وركز معايا كده. ده الاي تي بي سينتيز يا محمد، ده الانزيم نفسه، هنشوف ازاي هينتج لك اي تي بي. مش مهم الفا وبيتا سب يونتس اللي عددهم 6 دول، لكن يمين الاكسس اللي هو جاما ده نازل لغايه هنا لغايه السنتر ده. جاما، جاما ده لما بيتحرك ويلف ويدور يعمل ريفوليوشن بيحرك الالفا والبيتا، وبيبقى في سبيسز هنا من خلالها بيكون اي تي بي. نشوف كده ايه اللي هيحصل. بص كده الجزء ده روتيت، اف زيرو ده روتيت، هو روتيت وذان الانر ميمبرين بيخلي البروتون جريدينت، يخلي بروتونز تتحرك، وهي بتتحرك كل 3 بروتونز هيعدوا من الشانل دي، دول كافيين جدا تو جنريت حاجه اسمها الكترو موتيف بروتون فورس. ايه ده الكترو موتيف؟ احنا خدناها قبل كده الكترو موتيف ايه؟ فورسز بتاعت الفولتج، فاكرها مع الفيزيكس؟ اي ام في اللي هو الفولتج بتاع الباتري مثلا، اي ام في الكتروموتيف فورس، الكتروموتيف فورس. لا دلوقتي الكتروموتيف ايه؟ بروتونز، الكتروموتيف بروتونز. ليه؟ لان في ديفرنس في البروتون نمبر ما بين الانتر ميمبرين سبيس وما بين الماتريكس. فبص ايه اللي هيحصل. يهمني الرسمة دي لأنها في الكتاب عندك. ده الاكسس والاكسل جاما، ده الروتيتور صح كده؟ وادي 6 مولكيولز اللي هما الالفا والبيتا، مش مهم اساميهم، لكن في سبيس هنا، السبيس ده بيغير مكانه على حسب البندنج. هنا اي دي بي بلس بي، اي دي بي بلس اي بي يديلك ايه لو عمل بوندنج، يعني دي اي تي بي لكنه محبوس، وهنا الاي تي بي هيخرج يحصل له ريليز، يبقى هنا اي دي بي بلس بي اي الاورجانيك فوسفيت جروب بايندينج. هنا انتاكت اي تي بي خلاص حصل سينسس اوف اي تي بي، هنا ريليز اوف اي تي بي. بص عليها كده وشوفها. موجود في السيل ميمبرين وبكتيريا، سمعتها؟ يبقى المفروض اضيف على السلايد دي اي تي بي سينتيز موجود انر ميمبرين اوف ميتوكوندريا، ثايلوكوت ميمبرين اوف جرانا اور كلوروبلاست، وكمان الميمبرين اوف بكتيريا عشان ما عندهاش ميتوكوندريا، ربنا عوضها بايه؟ بالميمبرين، عنده اي تي بي سينتيز. فهمت الفكره؟ تمام. وحتى الريد بلاد سيلز عندها نفس الكلام ده.
نكمل كده. خلص كده الفيديو ده، خلاص هو خلص. تعال بينا بقى نشوف اي تي بي سينتيز منظره كده زي اللي شفناه من شوية. هنا الانتر ممبرين سبيس زي ما اتفقنا في بروتون جريدينت ما بين الانتر ممبرين سبيس اللي هي دارك اريا والماتريكس، عشان كده قلت لك الفيديو فيه خطأ، مش سيتوبلازم زي ما هو كاتب، ماتريكس داخل الميتوكوندريا ماتريكس. طيب ايه اللي بيحصل؟ ده الاي تي بي سينتيز مزود بتشانل ده كده، يطلق عليه ستوكد بارتكل، يعني بارتكل شكله سفيريكال وليه نك كده، ده كده زي نك. النك ده امبيدد فين؟ في الممبرين، في الانر ممبرين، فبيسموه ستوكد بارتكل، يعني حاجه ليها نك. طيب ايه كمان؟ ده بيحفز كل 3 بروتونز هيعدوا من هنا جنريت الكتروموتيف بروتون فورس درايف ذا برودكشن اوف اي تي بي عن طريق بايندنج اي دي بي بلس بي اي. يبقى ايه اللي بيساعد؟ ازاي هتدفع ثمن الاي تي بي؟ ثمن البوندنج هتدفعه من 3 بروتونز دول. دول جنريت ما يشبه الكتريسيتي لكنها عباره عن باور او انرجي needed to build ADP plus BI to form ATP. اوكي؟ ده الـ stocked particles. طبعا لما اقول لك stocked particles شفتها انت من شويه شكلها كده. هي دي. بص دي ايه يا محمد؟ كل دول. هم دول. stocked particles ATP synthase enzyme. كلها لفه كده حوالين داير. يبقى في patterns of ATP synthase enzymes on the inner wall of E of mitochondria inner membrane. لو كملت كده معايا في الجزء ده هتلاقي ايه كمان؟ المنظر اهو بتاع الكتاب، في الرسمة دي بتاعت الكتاب مكتوب ايه؟ نفس الكلام، ادي فوسفوليبيد باي لاير اللي هي الممبرين امبيريبل تو بروتون. احنا اتفقنا الانر ممبرين امبيريبل تو بروتون، اولا البروتون ده شارجد ما ينفعش يعدي في حاجة ملهاش بولاريتي اللي هي الفاتي اسيد تشينز دي، هيدروفوبيك لكن ده هيدروفيلك ما ينفعش، فعشان كده الممبرين امبيريبل تو بروتونز. طب هتعدي منين البروتونز؟ هتعدي من المنطقة الهاي للمنطقة اللو. اوكي باي فاسيليتيتد ديفيوجن. ليه فاسيليتيتد ديفيوجن يا مستر؟ تمام كده ليه؟ لأن في شانل البروتين موجودة بتسهل دخول البروتونز. طيب دي حاجة. هنا كل 3 بروتون جنريت ايه؟ انرجي، انرجي دي كافية تو بايند اي دي بي بلس بي اي تو فورم اي تي بي. واضحة؟ اوكي؟ طيب تعالى بينا نكمل. البروتون جريدينت ديفولبس بتوين ايه؟ انتر ممبرين سبيس اند ماتريكس. ATP synthesis uses the energy of the proton gradient to power ATP synthesis. يبقى اللي بيساعدك على تكوين الـ ATP هو الـ proton gradients ده. اوكي؟ اوكي. كده شبه خلصنا البارت ده الحمد لله. وادي رسمة الكتاب برضو في الجزئية دي. الـ 3 stages الخاصين بالـ ATP synthesis لما خدنا cross section في الحتة دي كده. اوكي؟ لينا الفا وبيتا وجاما مش مهم. لكن الجاما اهم واحده فيهم الروتيتور او الاكسل ضيق. اوكي هنا مكان البايندنج ستيب 1 بايندنج اي دي بي بلس بي اي. طب ارتبطوا مع بعض يكونوا ايه؟ يكونوا اي تي بي. بعد كده ريليز تو اوتسايد. فين الاوتسايد ده؟ الاوتسايد ده عباره عن الماتريكس اوف ميتوكوندريا. هل كل الاي تي بي الفورمد انسايد ميتوكوندريا الماتريكس يفضل جوه الميتوكوندريا الماتريكس؟ لا، في جزء يوزد اب في الكيميكال بروسيس، في جزء كمان يخرج عن طريق بورز في الممبرين تو اوتسايد للسيتوبلازم عشان السل تبتدي تستفيد منه. As hydrogen ions flows down their gradient they cause the slender portion and attached rod of ATP synthesis to rotate. اللي بيساعد على كده الفلو اوف هيدروجين ايونز، يخلي الاكسل يتحرك. Spinning rod اللي هو الاكسل causes conformational change in the knob region. النوب region مقصود بيها دي الأكرة دي اللي تمسك بيها الباب، knob region هي دي. okay causes conformational changes in the knob region activating catalytic site where ADP and inorganic BI combine to make ATP زي الصورة اللي شفناها من لحظات.
اوكي. طبعا لو قريت الكلام ده من الكتاب انا عارف هتلاقي صعوبة شوية، بس تأكد تماما كله من الكتاب اوكي، لكن الكتاب مش مرتبه بالطريقة اللي انا مرتب بيها. هبعت لك البرزنتيشن ده افضل ما يمكن بحيث انك تذاكر منه، والكتاب مرجع ليك تبقى فاهم الكلام ده اتقال ولا ما اتقالش، او معنى اصح تربطه مع بعض ازاي، هيساعدك كتير يا محمد. كده البرزنتيشن ده خالص، نخش بقى على شوية كيمستري حلوين اوكي نحل بيهم في الايروبيك ريسبيريشن. بص يا محمد معايا، انت في مرحلة الـ A2 اللي احنا فيها دلوقتي هتفهم يعني ايه بايو، يعني ايه ريسبيريشن، يعني ايه كيمستري داخل البايو، هتفهم الكلام ده كويس. تعالى بينا نفصص الموضوع مع بعض، ممكن مش كله يخلص النهارده، نكمله المرة الجاية مفيش مشكلة. energy and respiration، aerobic respiration، خدنا الصورة دي قبل كده، peanuts، digestion، absorption، assimilation، burning اوكي or respiration داخل السل، cellular respiration to release ATP، خدنا الكلام ده. لكن خد بالك مش كل الفود ستوفز كربوهيدرات، مش كلها هتتحول لشوجر، في فاتس يبقى فاتي اسيد وجليسرول برضو ممكن استعملهم كفيول، بروتينز digested into amino acids، في جزء من الامينو اسيدز broken down to release energy اوكي في بعض السيلز، لكن المين سورس اوف انرجي ان موست سيلز هو جلوكوز، يعني هو الدرايفنج فورس او الباور فورس لمين، لموست سيلز، يعني برين بتاعنا ما ينفعش يشتغل غير بجلوكوز، برين سيل والنيرون ما تشتغلش غير بجلوكوز يا محمد. لو حبيت تديها امينو اسيد ترفض، ما ينفعش كومباشن او اوكسيديشن للامينو اسيدز للنيرونز، تقول لك ده مش الفيول بتاعي. زي العربيه بتاعت بابا، ما ينفعش احط فيها كيروسين لكن ينفع احط جازولين، صح ولا غلط؟ ادي الفكره، ليه سبيشلايز اي فيول، موست السيلز الفيول بتاعها باورد باي جلوكوز موست، لكن في فيو سيلز بتشتغل بحاجات تانية. طيب ادي الصورة اللي خدناها، نراجعها بسرعة، جلايكولسيس، لينك رياكشن، سيتريك اسيد اور كريبس سايكل داخل الماتريكس، ولينك رياكشن داخل الماتريكس، ويجي لك على الانر ميمبرين اوف ميتوكوندريا، الكترون ترانسبورت اند كيموسموس. بص بقى معايا، جلايكولسيس في سيريز اوف كيميكال رياكشنز، بص كده السيريز دي عباره عن ايه، هنبتدي بجلوكوز الاول يا محمد، الجلوكوز فيه كام كربون اتوم؟ 6، ايه رايك؟ دفعت كام اي تي بي؟ ها دفعت 2 اي تي بي، ادي كوين وادي كوين، صح كده؟ الكوين الاولى نعمل ايه؟ نعمل ريليز اوف اي تي بي، دي فوسفوريليشن يتحول لاي دي بي. طب فين البي اللي طارد في الهواء دي؟ شبكت مع كربون نمبر 6، يبقى كان النمبر كان هنا، مش مهم النمبر، لكن هي مني ليه جت 6، ادي 4 ادي 5 ادي 6، فاصبح كومباوند بدل ما هو جلوكوز باسم اخر، جلوكوز 6 اي فوسفيت، صح ولا غلط؟ بي اكتيفيتد. طب ليه عملت له اكتيفيشن؟ علشان الجلوكوز لوحده ستيبل، محتاج حد يهزه، محتاج يبقى ويكن شويه، بلاش ستابيلتي، احنا عاوزين نكسرك، فلازم ايه نعمل له ويكننج شويه، ويكننج ده باي فوسفوريليشن، اول فوسفوريليشن لكربون نمبر 6 دفعت 1 اي تي بي، فاضل لسه فوسفوريليشن تاني اي تي بي هتدفعه الفوسفيت جروب الثانيه، هتشبك مع كربون نمبر كام؟ نمبر 1 اهي، هيبقى كومباوند ايه؟ في الاول جلوكوز، جلوكوز 6 فوسفيت عن 3 انزيم يحوله لايزومر، فاكر في الكيمستري يا محمد الايزومرز فاكرها؟ فهنا في انزيم اسمه ايزومريز، انزيم اسمه ايه؟ ايزومريز، يغير من شكل الكومباوند، بدل ما هو جلوكوز 6 فوسفيت
اصبح فركتوه 6 فوسفيت بنفس النمبر اوف كربون اتومز، هيدروجين اتومز، واكسجين، بالاضافه لايه؟ للفوسفيت جروبس. طيب نيجي بعد كده، دفعت كام اي تي بي تاني؟ دفعنا واحد كمان دخل على كربون نمبر 1، فاصبح كومباوند النيتك فركتوز 1616 داي اور بيس فوسفيت، لا اما اقول داي فوسفيت او بيس فوسفيت، يبقى فوسفوريليتد تماما. لما انت تحط له فوسفيت جروب في يمين وشمال هيبقى فيري فيري ويك، هوب يحصله بريك. لما يحصله بريك، بريك من النص يا محمد، هنا يكون كومباوند يحتوي على 3 كربون وكومباوند تاني يحتوي على 3 كربون، ده فوسفوريليتد وده فوسفوريليتد، صح ولا غلط؟ ها فوسفوريليتد. تعالى كده هيكون ايه؟ ده بيحصل في السيتوسول او السيتوبلازم، يكون كومباوند مش مهم اساميها، مش عليك يعني، الكومباوند ده بيجال انا مش عاوز اسمه، لكن عاوز ان هو انترميديت كومباوند يحتوي على فوسفيت جروب في كربون واحده في الكربون، هنا اصبح في الكربون الاولى، هنا تعتبر الاولى بالنسبه له. ادفع من فضلك، خد حاجه اسمها ناد بلس، يعني كده ناد اي بلس، مالها ناد بلس؟ بص بقى معايا، من الكومباوند بيجال، سوري، الكومباوند البيجال ده يا محمد، بيجال فين؟ بيجال اهو، بيجال يتحول 1-3 بس فوسفوجليسريت، ما يهمنيش الاسم انا مش عاوزه، مش عاوزك تحفظه. ها اصبح فوسفوريليتد يمين وشمال، هنا كان في فوسفيت جروب واحد صح كده، هنا اصبح فوسفيت جروب تاني في رقم كربون نمبر 1 كربون نمبر 3. طيب ايه اللي حصل؟ فوسفوريليش، واثناء الحركه دي من هنا لهنا في الحقيقه لوزنج هيدروجين، الكومباوند ده فيه مور هيدروجين زي اللي تحتيه، فهو لوزنج الهيدروجين، الهيدروجين هو وخارج يجي حاجه اسمها كو انزيم، يعني انزيم مساعد اسمه ناد بلس، يقوم شابك في الهيدروجين، اقول له هاته تعال كده. دفعت هنا ناد، داخل ناد، خرج ناد اتش، دخل بي اي، البي اي لزقت هنا كده. الناد اتش ده من فضلك هو ليه اسم، نيكوتينامايد داي نيكليوتايد، وطبعا الاتش معناه ريديوست فورم. امسكه في ايدك، هنعمل بيه ايه ده؟ ده عباره عن ورقه ب 500 ريال، ورقه بكام؟ ها ايه ده يعني كوين يعني؟ طيب تختلف عن الاي تي بي؟ اه تختلف، انا بقول لك ورق ب 500 لكن الاي تي بي ده ورق بريال، صح ولا غلط؟ طيب تخيل ورقه ب 500، افضل مكان تفك فيه ال 500 فين؟ عند البقاله اللي تحت بيتكم ولا في البنك؟ افضل البنك، البنك بقى اسمه الكترون ترانسبورت تشين، فين بقى؟ داخل الانر ميمبرين اوف ميتوكوندريا، داخل الانر ميمبرين، امسكوا في ده دلوقتي مش هنوديه البنك. طيب نكمل، الكومباوند دي جال تحول لكومباوند اخر، وبعد كده في هنا ناد اتش ظهر، وهنا الحمد لله اول مكسب يجالنا اي دي بي تحول لاي تي بي هنا، واي دي بي تحول لاي تي بي هنا. ايه ده؟ اشمعنى الصوره مقسومه نصين؟ لان الجلوكوز حصل له سبلت، الجلوكوز اللي ابتديت بيه الصوره اللي فاتت يا محمد حصل له ايه؟ سبلت انتو تو بورشن، بورشن رايت يحتوي على 3 كربون اتومز بيسموه ترايوز، والتاني ترايوز، يبقى تو ترايوزس صح كده؟ كل ترايوز بيمشي في ايه؟ لي دايركشن، نهاية الدايركشن عشان ما دوخكش، ظهر هنا ناد اتش احتفظ بيه، ظهر 1 اي تي بي ودي سكند اي تي بي، يتحول في الاخر لايه؟ لبايروفيت، تحول في الاخر لايه؟ بايروفيت. طب اسامي الكومباوند دي علينا؟ لا مش علينا خالص، انا عاوز بايروفيت وعاوز جلوكوز وفركتوز اللي احنا ابتدينا بيه. اوكي؟ طيب ايه رايك؟ عد معايا في الصوره اللي قدامك دي كام اي تي بي نتج؟ عدهم. هاو ميني اي تي بي؟ حلو قوي، ده علشان خاطر عيون 1 جلوكوز، صح ولا غلط؟
طب الجلوكوز انت صرفت كام اي تي بي الاول؟ تمام، وهنا مكسبك طلع كام؟ 4 صح كده؟ المكسب ماينس الخساره يطلع لك النت ريزلت عباره عن 2 اي تي بي اهي. الخطوه دي اسمها انفستمنت. خطوه الانفستمنت اللي فاتت دي كان انفستمنت، انك دفعت 2 اي تي بي، هنا ريليزنج اي تي بي. اوكي، التوتال او النت جين 2 اي تي بي بس. اوكي، فهمت الفكره؟ بيسموا الكلام ده الكومباوند ده فوسفوريليتد، الكومباوند ده فوسفوريليتد، الكومباوند ده فوسفوريليتد باسامي مختلفه. فدول سبستريتس، دول كلهم سبستريتس، فبيسموا الاي تي بي الناتج من السبستريت يا محمد، الاثنين دول 4 اي تي بي ناتجين من السبستريت، بيسموها سبستريت ليفل فوسفوريليشن، يعني بريديوس 2 اي تي بي. صح كده؟ يعني الاي تي بي الناتج جه منين؟ جه من السبستريت، خدنا الفوسفيت جروب اللي كان شايلها السبستريت وعملنا بيه بيلدنج لاي تي بي، لبيلدنج اي تي بي. اوكي؟ طيب نكمل. بص بقى معايا الخلاصه، جلوكوز اتحول ل 2 بايروفيت، عندك مشاكل؟ ده خلاصه، ده اللي احنا عاوزينه. الجلوكوز اهو بالسيمبل بتاعه، الانبوت موجود على الارو 2 اي تي بي بلس 2 بي اي يديلك 2 اي تي بي، يبقى ده الاوتبوت 2 اي تي بي. و2 نت بلس، 2 نت بلس اتحولوا 2 نت اتش كارير للهيدروجين، هنحتفظ بيهم عشان نروح البنك، ده يعتبر برودكت 2 نت اتش بلس 2 بايروفيت. كل بايروفيت كام كربون؟ هدي كده كام كربون؟ ها كام؟ كربون، كربون بس، كل كربون كام كربون يا محمد؟ ادي 1 2 3 CH3 C دبل بوند O C دبل بوند O O H، المفروض H هنا بس اتشالت عشان يبقى نيجاتيفلي شارجد، يبقى كام كربون؟ C كربون، يبقى حصل سبليتنج للشوجر اللي اسمه جلوكوز انتو 2 بايروفيت. دي الخلاصة. الانبوت مرة تانية، ها 1 جلوكوز موليكيول 2 نت بلس 2 اي دي بي 2 بي اي الاورجانيك فوسفيت جروب 2 اي تي بي دفعتهم، 2 اي تي بي ايه دفعتهم قبل كده. طب الاوتبوت النتيجه 2 بايروفيت 2 ناد اتش 2 اي 4 اي تي بي صح كده؟ والنت ريزلت هتبقى 2 بس. ها خلاصه كده سهله، هي دي، ادي الانبوت والاوتبوت، انبوت واوتبوت. حلو قوي. ده جلايكولسيس، تم فين جلايكولسيس؟ قول لي فين، داخل الميتوكوندريا ولا بره الميتوكوندريا؟ ها انسايد ولا اوتسايد؟ اوتسايد، في السيتوبلازم، في حته اسمها سيتوسول، اي حته في السيتوبلازم اسمها سيتوسول. اوكي؟ طيب لو احنا هنعمل ايروبيك ريسبيريشن، بص ايه اللي هيحصل؟ هنعمل حاجه اسمها لينك رياكشن. لينك ايه؟ رياكشن. ايه اللينك رياكشن؟ طالما لينك يبقى ترانزيشن، يعني قبلها خطوه وبعدها خطوه. بص بقى، ايتش بايروفيك اسيد اللي هو البايروفيت، ممكن اقول عليه بايروفيت او بايروفيك اسيد. ايتش، طب انت عندك كام ايتش؟ عندك 2 بايروفيت، كل واحد فيهم از بروكن داون تو فورم سي او 2، كل واحد يحتوي على 3 كربون يا محمد صح كده؟ لسه واخدينها. تخيل بروكن داون تو فورم سي او 2، يعني شلنا كام سي؟ 2، سوري شلنا 1، يتبقى كام سي؟ يتبقى 2 اند 2 كربون استايل جروب، 2 كربون استايل جروب. بص بقى يا محمد، مش ده كده 3 كربون اتومز، شيل سي او 2، شيل ده كده، شالها سي او 2 اهي، شالت خلاص، يتبقى لك ايه؟ يتبقى لك كومباوند فيه 2 سي بس، اللي هي دي ودي. المجموعه دي او جروب ده اسمها استايل جروب، استايل اي جروب، يعني تحتوي على كام كربون؟ 2 كربون اتومز.
تو كربون ايه اتومز، اتفقنا؟ الخطوه دي شلت كربون في صوره كربون دايوكسيد بيسموها دي كاربوكسيليشن، يعني شلت كربون دايوكسيد. هقولها مره تاني، يعني ايه دي كاربوكسيليشن؟ يعني ريموفال اوف كربون دايوكسيد. النتيجه ايه؟ هاستايل جروب يحتوي على كم كربون؟ 2 كربون اتومز، which enters the Krebs cycle. فين؟ داخل الماتريكس. اي ها البيروفيت اهو يا محمد، يحتوي على كام كربون؟ 3. شلت منه كربون اهي في شكل سي او 2، هو خارج الكربون ما خرجش لوحده، ده خد 2 اكسجين من الكومباوند اللي هم دول يا محمد. ها ارجوك ركز معايا، خد دول يا ابني صح كده؟ الخطوه دي اسمها دي كاربوكسيليشن. دي كاربون يتبقى كومباوند يحتوي على 2 كربون اتومز بس، اسمه ايه الكومباوند ده؟ اسمه استايل جروب. هو جروب مش كومباوند كامل، جروب بس. يجي انزيم من السيل من الماتريكس اوف ميتوكوندريا اسمه كو انزيم، انزيم اسمه كو انزيم ايه؟ يقوم شايل اسمه كده كو انزيم ايه، اسمه كده اوكي كو انزيم ايه. هتعمل ايه كو انزيم ايه؟ قال هشيل فوق كتافي الاستال جروب، ولما اشيل الاستال جروب وهي تحتوي على 2 كربون اتومز ابقى كو استايل كو انزيم ايه كونتيننج استايل او كارينج استايل جروب. اهو ادي كو انزيم ايه، هو ده هو ده، شال ال 2 كربون دول على كتافه ودخل بيهم على فين؟ على كريبس كارير. يبقى مين اللي هيشيل الاستايل كو انزيم ايه؟ طب اثناء المرحله دي زي ما انت هتشيل كربون يا محمد هتشيل هيدروجين. الخطوه دي خطوه اوكسيديشن، يعني ايه؟ هتشيل هيدروجين اتومز. الهيدروجين اللي هتشيل من بيروفيك اسيد هتروح فين؟ هتروح على حد مستقبل هيدروجيني او هيدروجين اكسبتور اسمه ناد بلس. ناد بلس يعني ايه ناد بلس؟ نيكوتين امايد داي نوكليوتايد، مش مهم هتشوفه في الاخر. هيشيل مين؟ هيشيل الهيدروجين، هيشيل واحده بس، هو المفروض في نقص في 2 هيدروجين، واحده ياخدها الناد ويشيلها يبقى ناد اتش والبروتون اهو، تمام كده؟ والبروتون اهو. ده كده ايه؟ كده الريزلت بتاعت اللينك رياكشن. طيب عندك كام بيروفيك اسيد عشان خاطر عيون جلوكوز؟ واحد ولا اتنين بيروفيك؟ خلاص يبقى اعمل مالتبلاي 2، يعني هنا مالتبلاي 2 نات تتحول 2 ان اي دي اتش، مالتبلاي 2 بروتونز، مالتبلاي كو انزيم اي 2 مولكيولز، مالتبلاي 2 سي او 2. ودول الخطوة دي بتتكرر مرتين، مرة عشان خاطر بيروفيك ومرة تانية عشان خاطر بيروفيك التاني. هاي تبقى مالتبلاي ولا مش مالتبلاي؟ مالتبلاي صح كده؟ 2 في 3 يا محمد بكام؟ 6 صح؟ طيب 2 في 2 بكام؟ 4. يتبقى كام كربون؟ 2 اهم في شكل 2 سي او 2. على فكره ال 2 سي او 2 2 من الستة اللي انت هتطردهم في الهواء دلوقتي، انفخ في الهواء كده طلعت 6 سي او 2، دول 2 منهم، دول 2 منهم، تخيل. انت في الريسبيريشن بتطلع كام سي او 2؟ 6 سي او 2 صح كده؟ طيب ادي 2 منهم، هتقول لي متبقى 4، هوريهم لك فين؟ هوريهم لك بعد شويه. يبقى دي خطوه اللينك رياكشن، دي خطوه الترانزيشن رياكشن. اوكي؟ خطوه ترانزيشن ايه رياكشن؟ اللينك رياكشن، اللينك ما بين مين ومين؟ ما بين جلايكوليسز في سيتوسول وما بين الكريبس سايكل داخل الماتريكس اوف ميتوكوندريا. اسمها لينك رياكشن. ناتج عنها 2 ناد اتش. طب هل في اي تي بي؟ هل في الرسمة دي في اي تي بي خرج؟ هل في ناتج هنا اي تي بي يا محمد؟ ها نو اي تي بي، نو اي تي بي بروديوس، مفيش اي تي بي. يبقى اللينك ما فيهوش
اي تي بي، لكن جلايكوليسيس فيه 2 اي تي بي، اللينك فيه 2 ناد اتش، ورقتين كل ورقه ب 500، ورقتين كل ورقه بكام؟ ب 500، محتاجين بنك، لكن مفيش فكه، مفيش اي تي بي فكه. طيب تعالى بينا نكمل. ادي الرياكشن، الانبوت 2 بايروفيت و2 كو انزيم اي 2 و2 ناد بلس، هنا يحصل دي كاربوكسيليشن يا محمد، يعني 2 سي او 2 هيخرجوا اهم، هما دول صح كده اللي هما دول يا محمد، و2 اسيتايل كوينزيم اي اهم، و2 ناد اتش اللي هما دول. الخطوة اللي تعمل فيها removal of hydrogen from pyruvate عشان يتحمل على الناد اسمها dehydrogenation، والخطوة اللي بتشيل فيها carbon dioxide من الكومباوند اسمها decarboxylation. يبقى كام دي؟ 2، تشيل carbon يبقى decarboxylation، تشيل hydrogen يبقى dehydrogenation. هل بيسأل في الاكزام على الكلام ده؟ اه، بيسألش غير على كده، بيسألش غير على البروسيس دي. انت عشان تحول الكومباوند ده لده عملت ايه؟ شلت كربون دايكسيد يبقى دي كاربوكسيليشن، شلت هيدروجين وحملته على كارير اسمه ناد بلس يبقى دي هيدروجينيشن. الخطوه اللي بعدها، او مش اللي بعدها، تفسير اللي فات، السيتوسول جلايكوليسيس عندك مشاكل، النتيجة بايروفيت، كم كربون في البايروفيت؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3. هسألك سؤال، ليه ملون الاتنين دول بالأحمر؟ عشان يفضلوا بالأحمر أسيتايل. ليه باللون بالأحمر الاتنين دول؟ عشان هيفضلوا بالأحمر هنا، يعني ايه؟ يعني أسيتايل، لكن كله على بعضه في 3 كربون يبقى بايروفيت. يعني شلت كربون؟ اه شلتها في شكل سي او 2 اهي، يبقى دي خطوة دي كاربوكسيليشن نمبر 1 دي، ها كاربوكسيليشن. انت بتشيل الكلام ده، في هيدروجين لوس من الكومباوند، كان في بروتون هنا على فكرة اتشال، كان في بروتون لانه بايروفيك اسيد او بايروفيت اتشال، مين اللي هيستلم الهيدروجين اللي هنا؟ ناد، فيبقى ناد اتش. اوكي، الخطوة دي اسمها dehydrogenation، dehydrogenation، والنتيجة ناد اتش بلس بروتون. المهم الانزيم فين؟ ده الانزيم اللي هو الكو انزيم ايه، شال مين؟ شال الاستال فوق كتافه. اوكي، طيب ايه دي بقى؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاوتر ميمبرين، الاوتر ميمبرين اوف ميتوكوندريا، في ترانسبورت بروتين الاو شاتلينج بايروفيت تو انسايد، بيدخل البايروفيت تو انسايد. المنظر هو يا محمد، هاي البايروفيت اهو فروم ايه؟ جلايكولس، تو موليكيولز عشان خاطر ايون جلوكوز اهو، يعني تو تايم كومباوند كده. ها شلت كربون دايوكسيد اصبح 2 كربون بس، ادي دي ودي. في كو انزيم هيشيل الاستايل اهو، في 2 ناد، طبعا 2 ناد بلس، هيبقى 2 ناد اتش بلس بروتونز. نيجي بعد كده يدخل على مين؟ على كريبس سايكل. كريبس ايه سايكل؟ ايه كريبس سايكل؟ دي سايكل ملهاش بدايه ولا نهايه. الكو انزيم ده شيال فقط، اول ما يوصل اوصلك للقطر اسيبك وامشي، انا كنت شايل لك الشنطه صح كده؟ الكارير ده بيشيل لغايه وقت معين، وبعد كده يرجع تاني يعمل يكرر نفس الكلام، يشيل شنطه جديده لزبون جديد، يعني يشيل استال جروب جديده. لكن هو دخل الكومباوند الاستايل اللي هو يحتوي على 2 كربون اتومز مع كومباوند هنا هوت انترميديت اسمه اوكسالو اسيتيت، يحتوي على كام كربون؟ 4 كربون. بص يا محمد معايا عشان ما تتضايقش، بص يا ابني معايا، خطوات جنريشن اوف اي تي بي خطوتين، لا اما سبستريت لينكد فوسفوريليشن، يعني كان في كومباوند يحتوي على فوسفيت وقلت له اديني الفوسفيت بتاعك ابني بيه اي تي بي فيسمح لي، اللي هو ده،
ATP can also be made by transferring phosphate groups from organic molecules to ADP. زي مين؟ زي كل اللي فاتوا دول. بص كده اهي زي دي يا محمد. الخطوه دي ده كان بيحتوي على ايه الكومباوند ده؟ يحتوي على فوسفيت يا محمد اهو. ده هنا فوسفيت، هنا فوسفيت، هنا فوسفيت، هنا فوسفيت، هنا مفيش فوسفيت. من هنا لهنا مفيش فوسفيت، معناه ايه؟ خدت الفوسفيت بتاعته قلت له هعمل بيها بيلدنج لاي تي بي، قال لي اتفضل. فده بيسموه سبستريت ليفل فوسفوريليشن، قلناها من شويه صح كده؟ يعني الفلوس الفاكهه جايبها منين؟ من السبستريت ليفل فوسفوريليشن بالطريقه دي، او ايه كمان؟ دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه ادي الانزيم، طبعا ده كله بمساعده انزيم. انزيم يروح يقول للسبستريت اللي عنده فوسفيت يقول له من فضلك احنا عاوزين ده ايه؟ يقول له هتعمل بيه ايه؟ قال له هعمل بيها اي تي بي. هيقول له طب ازاي هتعمل اي تي بي؟ هاخد الفوسفيت بتاعتك وعندي هنا في الاكتيف سايت لازق معاك على الكرسي اللي جنبك اي دي بي، يا دوبك هشبك ده مع ده يبقى اي تي بي. طب وانا انا كسبستريت ايه مصيري؟ هتبقى برودكت يا عم. فهمت الفكره؟ يبقى ده سبستريت ليفل فوسفوريليشن. اوكي دي اول طريقه. الطريقه الثانيه انك تاخد ال 500 جنيه اللي هم الناد اتش اوكي وتروح بيهم البنك تفكهم. اتفقنا؟ طيب other organic molecules can be broken down and synthesized as needed. بص بقى معايا، مش كل حاجة هنجيبها من الجلوكوز، مش كل حاجة هنجيبها من الجلوكوز، مش كل ال energy released from breakdown of glucose ده ممكن يكون من الأمينو أسيدز، ممكن يكون من الفاتي أسيد والجليسرول. يعني إيه الكلام ده؟ بيسموا الكلام ده يا محمد ميتابوليك بول. ايه متابوليك بول؟ سبستريتس ار انتري بوينتس. سبستريت اللي انت بتستعملها دي انتري بوينتس، يعني هي المدخل بتاعك اوكي فور ديجريديشن اور سينثيسيس اوف لارجر مولكيولز. اوكي لارجر ايه مولكيولز معناها ايه؟ في الكاتابوليزم رياكشنز ذات بريك داون مولكيولز بتكسر. طب الانابوليزم انانيه يعني سيلفش رياكشنز ذات سينثايز مولكيولز. الاثنين اسمهم ميتابوليزم. لو بصيت على الرسمه الجايه بيتزا اهي، هل البيتزا بس كربوهيدرات؟ لا ده فيها فات وفيها بروتينز. النورمال واي انك تاخد الكربوهيدرات الستارش اللي موجود فيها تعمل له دايجست يبقى جلوكوز، تعمل له جلايكولسيس داخل السل. لا 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 مش يبقى في النهايه كده، ممكن يتخزن بشكل فات لغايه وقت طويل لغايه ما تستهلكه. يبقى هنا الكربوهيدرات الستارش يتحول لشوجر، والشوجر بروكن داخل السل في جلايكولس يبقى بايروفيت، لو دخل للينك رياكشن يبقى ستايل كو انزيم اي، لو دخل سيتريك اسيد يبتدي يتحول ويطلع لك الوت اوف اي تي بي او لوت اوف كوين عاليه اللي هو الورقه ام 500. طيب الفات، فاتي اسيد وجليسرول. بص الجليسرول يعني 3 كربون، ممكن بكيميكال رياكشن يتحول لبايروفيت. طب الفاتي اسيد ده لونج تشين من الكربون هيدروجين كربون هيدروجين كربون هيدروجين كربون هيدروجين لونج تشين، يجي يتقطع حتت حتت، كل حته فيها 2 كربون 2 كربون 2 كربون، فيوصل لمرحله الاسيتايل. الاسيتايل كام كربون يا محمد؟ 2 كربون صح كده؟ ولو قطعت اللونج فاتي اسيد لاجزاء كل جزء فيه 2 كربون، ادي واحده ادي الثانيه واحده الثانيه، هيطلع لك الوت اوف اسيتايل جروب تتحمل يشيلها كو انزيم اي وتخش بيها سيتريك اسيد. اوكي في بعض الارز دبل اب وداون معناه ريفرسبل صح كده؟ يعني ممكن يعني ممكن البايروفيت يحوله لجلوكوز، وممكن الجلوكوز يتحول لجلايكوجين مثلا داخل الانيمال سيل ممكن. فاكر الليفر؟ فاكر الليفر؟ كتير جدا. من ضمن الفانكشنز بتاعت الليفر ان بيعمل حركه غريبه شويه، اللاكتيك اسيد، حتى اللاكتيك اسيد اللي كان توكسيك او بيدي ماسل فاتيج في الماسل كان البلاد يروح ياخده ويروح على الليفر
الليفر يقول له جايب اكسجين معاك، يقول له اه، يدخله مع الاكسجين. لا يعمل، لا يعمل، يعمل ايروبيك يا محمد، ايروبيك لللاكتيك اسيد، صح كده، يبقى الفيول يحوله، ممكن يحول اللاكتيك اسيد لجلوكوز او يحرقه بشكل فيول، صح كده؟ طيب نفس الكلام الامينو اسيدز، اعمل دي امينيشن واخد جزء من بقيه الجزء من الامينو اسيد احوله لبيروفيت او اسيتايل او يعمل يوريا، بالظبط كده. فده اسمه ايه؟ اسمه ميتابوليك بول، في الاخر بيصب في كريبس سايكل لو انت عاوزه كانرجي، كايه؟ انرجي. ما تنساش انت وبتعمل اكسرسايز انت بتدوب الفات اللي في جسمك، صح ولا غلط؟ بيدوبه، بيدوبه بالطريقه دي، بيتحرق بالطريقه دي، الفاتي اسيدز يحصل لها هيدروليسيس وبريك داون لتو بيسز او لكومباوندز كونتيننج تو كاربون اتومز اللي هي الاستايل جروبس، وتخش كريبس سايكل بعد كده، تمام كده؟ في الاخر بخش على مرحله اسمها الكترون ترانسبورت تشين، بس فاضل لي شرح السيتريك اسيد والالكترون ترانسبورت تشين. ادي المنظر اهو، فاكر بروتين دايجستد ان امينو اسيدز، ها امونيا ان اتش 3، ان الباقي اسمه كيتو اسيدز داخل الليفر، يتحول لبيروفيك اهو ويطلع لفوق في شكل 3 كربون فوسفيت ترايوز و 6 كربون شوجر جلوكوز ويتخزن، ممكن احوله جلوكوز، صح كده؟ وممكن ادخل بيه على تحت ناحيه الكريبس واكمل الحرق بتاعه ده من البروتين اللي انت اكلته. طب لو فات جليسرول يحتوي على 3 كربون، يخش على طول ل 3 كربون انترميديت كومباوند، لا اما ينزل لتحت لا اما يطلع لفوق، هو حر، دبل ارو. والفاتي اسيد نقطع في شكل 2 كربون فراجمنتس، وتخش على 2 كربون اسيتايل، ومنها لا اما اطلع لفوق لا اما انزل لتحت الكريبس سايكل. اوكي، هنا في حاجه مهمه قوي، البيروفيت عشان يتحول لاستايل شلنا كربون، طب عندك 2 بيروفيت يبقى نشيل 2 سي او 2. الكريبس سايكل عشان تلف لفه واحده، السايكل دي عشان تلف لفه واحده بيطلع 2 سي او 2. طب عشان تلف لفتين عشان خاطر عيون الشوجر اللي هو جلوكوز يبقى تايمز 2 تايمز 2 يطلع 4 سي او 2 بلس 2 سي او 2 يطلع 6. ليك عندي حاجه ولا كده خلصنا؟ خلصنا سي او 2 ولا ما خلصناهاش؟ خلصناه. 2 في اللينك رياكشن عشان تحول البيروفيت انتو اسيتايل، خد بالك الكلام ده بيكرر مرتين عشان خاطر البيروفيت عندي 2 مولكيولز من البيروفيت، تمام كده؟ يبقى 2 سي او 2، والكريبس سايكل دي بتلف مرتين عشان خاطر عيون البيروفيت مره والبيروفيت التاني مره، وعشان خاطر عيون الجلوكوز ككل يبقى 2 تايمز، يبقى 2 تايمز الكلام ده يطلع 4. نقدر نشوف الكلام ده بعينينا. ادي كريبس سايكل، بدايتك الكو انزيم اي شايل كومباوند اسمه اسيتايل، كام كربون 2. اول ما يدخل كريبس سايكل او الماتريكس يعني، يقوم خارج يشيل، يرمي الشيله بتاعته اللي 2 كربون، التو كربون دول يا محمد بلس الفور كربون اوكسالو اسيتيت يطلع كومباوند اسمه سيتريت. عشان كده السايكل دي اسمها كريبس سايكل او سيتريك اسيد سايكل، بدايتها سيتريت. جت منين إيه سيتريت؟ من الاستايل جروب اللي شايلها كو انزيم اي مع الاوكسالو اسيتيت. طب السيتريت دي هتفضل سيتريت ب 6 كربون؟ لا، اول خطوه تدي انترميديت في 5 بس. الخطوة دي ايه اللي شلت فيها سي او 2 اسمها ايه؟ دي، ها؟ دي ايه؟
تمام، دي كربوكسيلاتي. طب هنا شلت هيدروجين كمان، شلت من السكيلتون ده هيدروجين وسلمته للنات، يبقى دي هيدروجين، يبقى هنا دي ودي. حلو قوي. اتحول بدل ما هو 6 كربون كومباوند انتو 5 كربون كومباوند. والخطوه اللي بعدها، اقرا لي كده الخطوه دي لغايه هنا، ايه اللي حصل؟ الفايف كربون عن طريق بروسس اسمها كده، كام كربون دوكسيد خرج في كرافس سايكل؟ كام؟ 2. والسايكل دي بتلف مره عشان كل بيروفيت. طب انت عندك كام بيروفيت؟ 2. يبقى تلف كام مره؟ توايس. يبقى التوتال 2 تايمز 2 يبقى 4 سي او 2، صح كده؟ 4 بلس 2 كانوا فوق، الاستال ده كان بايروفيك، البايروفيك ده كان ايه؟ بايروفيك، بايروفيك كان كام؟ كان 3 كربون، صح كده؟ لما تحول استايل اصبح 2 كربون، يبقى هنا في لوس اوف كربون دايوكسيد. طيب عندك كام بايروفيك؟ الجلوكوز بينشطر ل 2 اكس من البايروفيك، اذا هنا 2، ادي 2 سي او 2 في اللينك رياكشن، دي اللينك رياكشن كانت قبل كريبس، وهنا في كريبس سايكل الى الان ظهر 4 سي او 2، مش هيظهر غيرهم. ال 4 سي او 2 دول بلس 2 سي او 2، ادي 6 خلصناه. نكمل الكومباوند ده 4 كربون كومباوند، ها اللي يحصل؟ يشيلوا كو انزيم ايه مره ثانيه، اوكي، ويكون لاول مره يكون 1 مولكيول في اي تي بي، اي تي بي فكه. طيب علشان يلف السايكل دي مرتين يطلع كام اي تي بي؟ 2 اي تي بي. يبقى الاوتبوت هنا 4 سي او 2 خلصناها، و2 اي تي بي عشان لفتين 2 تيرنز من كريبس سايكل. فاضل هنا اصبح ده 4 هو نفس 4 هو نفس 4، يعني ما فيش دي كربوكسيليشن تاني. لكن يا ترى في دي هيدروجينيشن؟ اه، في كومباوند بين الهيدروجين اسمه فات، ده كو انزيم اسمه فات، فلافين ادينين داينوكليوتايد. هنا ريديوست فات، يعني فلافين ادينين داينوكليوتايد ريديوست فورم، شايل هيدروجين، يبقى هنا في دي هيدروجينيشن لانك شلت هيدروجين، وهنا برضه دي هيدروجينيشن. يبقى دي هيدروجينيشن تم اربع مرات، هنا وهنا وهنا وهنا. برافو عليك، مش مهم تحفظها، لكن يهمني ان حصل كده تبقى عارفها. يعني الخلاصه هنا، خلاصه طلع كام؟ طلع 4 سي او 2 ده ويست، وطلع 2 دول كوين، كوين سهله الدفع، وطلع التوتال 6 ناد اتش. تعالى نعدهم، ادي 1 ادي 2 ادي 3، وعلشان التيرن دي بتلف مرتين يبقى 6، صح ولا غلط؟ طيب كام مرة يكون عندك فاد اتش 2؟ مرة واحدة، صح كده؟ طب عشان خاطر ايون جلوكوز و2 بايروفيت يبقى مرتين اهو. الاتنين دول يا محمد دول ورق ب 500 ورق ب 200، محتاجين بنك. البنك ده نخليه الحصة الجاية، اللي هو الالكترون ترانسبورت تشين. ها، فاهم اللي انا قلته؟ انا عارف في كيمستري كتير، بس الموضوع صعب سهل، يعني دي كربوكسيليشن ودي هيدروجينيشن وانترميديت كومباوندز. انا مش بطالبك حفظ اي حاجه غير استايل كو انزيم اي وبايروفيك اسيد وجلوكوز والفوسفوريليشن بتاع جلوكوز، مش اكتر من كده. ولما اجيب لك رسمه تبقى عارف دي كربوكسيليشن ولا دي هيدروجينيشن، وتبقى فاهم معناهم ايه. اوكي يا ابني؟ اوكي، مش مطلوب منك حفظ السيمبلز بتاع بايروفيك بالكيميكال كومبوزيشن زي المنظر ده مثلا، مش مطلوب.